دي ليتشي يمشي على طول الكره تاني وسط الملعب تاني الى مخيتاريان. يمشي الانتر خطيره خطيره اصلاني خطيره جدا. هو جول ممتاز لو طار الهدف الاول الهدف رقم 100 لاوتارو مارتينيز اللي يدخل التاريخ واحد من الثمانيه الكبار مع فريق نادي الانتر يسجل اول اهدافه. شوف هنا غفلوا عنه اودين بيحاولوا يرجعوا لطريقتهم في اللعب بتاعهم المعروف. التلقي على طول تاني اماميه بيسك خطيره جدا سانشيز بيسك طالع هنا فوق اهو بيسك لاوتارو مارتينيز اليكسس والعرضه للتاني. الله لعيب فراتيسي يسجل الهدف الثاني لنادي الانتر طبعا بالتقدم كده هتفتح المباراه. انطلاق العرضيه دلوقتي لو طاروا الثالث لو طاروا 101 على سرعه 101 يسجل لو طاروا مارتينيز جول جميل يا ولد لعيب. هدف ممتاز الهدف رقم 22 في السيزون. ماكينه اهداف لا تهدأ ابدا. الحقيقه في الشوط الثاني هدفين 9 مباريات على ليتشي. العرضيه الثاني دي ماركو الرابع ستيفن ديفراي يسجل هدف جميل. اذا ديفراي يسجل هدف ممتاز من ركله ركنيه.